طب قولي ازيك. ازاي في ايه مالك؟ مفيش حاجه. ايه ده، انت كنت بتعيطي؟ لا شكلك مش طبيعي، مالك؟ الراجل المجنون بتاع المعهد اللي حكيت لكم عنه شتمني وهزاني قدام الناس. وشفتيه فين تاني ده؟ رحت احضر له محاضره. يبقى انت اللي تستاهلي لما انت عارفه انه رزل وقليل الادب. I really don't understand you. Why did you go there in the first place؟ بقولك الانجليزي بتاعك انا مش فايقه له دلوقتي. اوكي اوكي، just do whatever you want to do. Go on. Go on. الو. هاي ماما، ازيك؟ انا كويسه والله العظيم كويسه. هيكون في ايه يعني؟ انت كويس اني لقيتك تاني يا صابر. معلش محتاج عربيتك عشان نسيت باروكه ولازم اجيبها. قولي لي انت عندك شغل النهارده؟ لا طبعا، ربنا بعتني عشانك، عشان انت اسمتي ونصيبي. هتدفع كام؟ هفولك العربيه. طيب بس بسرعه. ايه يا هند اتاخرت ليه؟ هو ده اللي هتساعديني. معلش يا علاء، الجمبارس جم؟ اه جم. خد الورق واتصرفي، انت عارفه المشهد. اه طبعا. عملت لي ايه في الفيلم التاني يا علاء؟ لا في اخبار حلوه قريب، بس انت شطارتك بقى. اتكلم جد والله، ليك الحلاوه. الو ايه طارق، اخلص شغلي واعدي عليك. بجد بجد، انا لو كنت استنيت ثانيه كمان كنت ضربته. مش تهريج، مساكين الطلبه بتوعه يا اما هيطلعوا متخلفين زيه، يا اما هتعقدوا في عيشتهم يدوروا على شغلانه ثانيه. انت مش متخيل ده كان بيدعي. يا هند انت من ساعه ما جيتي وانت دوشاني بالراجل الدكتور بتاعك ده. هو في ايه بالظبط؟ صح، معلش عندك حق. ها هتاخد ايه؟ اي حاجه. احنا مش قلنا نخف شويه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وحشتيني قوي. وحشتكيش؟ عملت ايه في موضوع المعرض؟ ولا حاجة. ليه يا طارق؟ مليش مزاج. وامتى هيبقى لك مزاج؟ لما كل الصور بتاعتي تبقى منبثقه من نفس وجهه النظر المنفصله هعمل النهار. طب انا عندي ليك خبر حلو. ايه هو؟ كلمت لك حسام عشان تنزل تصور عربيات. تاني يا هند؟ تاني هنفتح المواضيع دي؟ قلت لك 100 مره مش هصور صابون وسمنه ومش عارف ايه. بقول لك عربيات برضو مش دافعين. يا حبيبي انا متاكده انك موهوب، بس الناس لازم تشوف شغلك عشان تعرفك. انا بقى ممكن اعرفك على ناس تساعدك. هند انت طريقتك غير طريقتي، انت بتشتغلي مع اي حد وبتعملي اي حاجه. انا ما بقولكش تعمل زيي، بس برضو ما ينفعش تفضل من غير شغل. انا مش فاهم ايه اللي بيدخلك في شغلي اصلا. عشان انت مكسل وانا خايفه على مستقبلك. ولا هتفضل كده معتمد على ابوك وامك؟ عايزهم يصرفوا علينا حتى بعد ما نتجوز. نتجوز؟ انت ليه دايما متسبقي الاحداث؟ انت عارفه كويس قوي ان انا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. وبعدين احنا اتفقنا ان اهم حاجه ان احنا مع بعض، مش كده؟ والاتفاق ده لحد امتى بقى؟ احنا بقى لنا سنتين ونص مع بعض ومفيش حاجه بتتغير. انت مبسوط كده؟ الحشيش على الترابيزه والبيره في الثلاجه وبتصور على مزاجك وانا موجوده. عمرك ما فكرت في اللي يبسطني انا؟ اللي بيحب حد بيتغير عشانه. كل شويه تسمعيني الاسطوانه دي يا هند؟ 100 مره قلت لك انا كده ومش هتغير.
وبعدين هند، اللي بيحب حد ما بيحاولش يغيره، بيحبه زي ما هو. دي اسمها أنانية. انت مفيش اي مسؤوليه خالص، مسؤوليه حب، مسؤوليه شغل، مسؤوليه جواز. انا تعبت يا طارق، فعلا تعبت يا ستي. خلاص خلاص، ممكن تهدي شويه؟ ما تزعليش كده، انا مش عيله صغيره عشان كل مره تقولي كلام يضايقني تقولي ما تزعليش. مش معقول يا هند كل مره تنزلي وانت زعلانه كده. المره دي مش زي كل مره يا طارق، انا فعلا تعبت. اعملي اللي انت عايزاه، انت حره. خلاص انتي كل مره بتقولي كده. لو شفتيني بكلمه بيمنعيني. ما حدش يقدر يمنع حد عن حاجه. شوفي اللي انتي عايزاه واعمليه. يا ريا داليا، في ايه؟ هو ده وقته؟ استني. معلش يا مريم، عايزه ابقى لوحدي. ايه مالك يا ابو حنفي؟ اخي عندي صداع رهيب. عندك جوه في الاجزخانه مسكنات كتير، خد لك قرص ولا حاجه. أنا عاوز أتكلم معاك في موضوع. أنا قلت إنك هتيجي من نفسك تتكلم معايا. ها، عايز تتكلم في إيه؟ في هند. هند مين؟ يا أخي الشيطان ده لما بيركب الواحد. إيه؟ البنت حامل وعايزني أشوف لك دكتور. حامل إيه؟ حرام عليك يا عبدو، خليني أكمل لك بس. سكت أهو. دي بنت ممثلة جديدة، جات عندي المعهد تحضر محاضرة. بعد المحاضرة علقت تعليق لقيتني بزاعة وبشتم وطردتها قدام الناس بطريقة سخيفة جدا. تعرفها منين بنت دي يا محمود؟ مش هو ده الموضوع دلوقتي. المهم انا حاسس اني غلطان وعاوز اعتذر. حاسس انك غلطان وروح اعتذر له. بس ادور عليها فين؟ هاني استنى، عاوزك. خير يا دكتور، عملت ايه؟ لا مفيش. عاوز اسالك على حاجه مهمه. ايه؟